لكم بعد الفاصل. ما غبتش عليكم، تعالوا نكمل اطباقنا النهارده. الشوربه عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا، ما بياخدش وقت خالص في السوى، يعني مش لازم اقعد مده طويله عشان الجندوفلي بتاعي يستوي، مش ياخد وقت خالص خالص، يعني يا دوبك على وقت الفاصل وارجع الاقيه عندي. بصوا بقى كله عندي فتح ازاي، واللحمه بتاعته حلوه قوي، وطعم الكرفس مع البصل كل الحاجات دي عندي عامله شغل حلو. ربنا كرمني بشويه كريمه ازودهم يزودوا معايا الطعم والحلاوه اهي. خلاص بزود الكريمه قبل ما اقفل عليه على طول، ما اسيبش الكريمه تغلي كتير على النار عشان مش عايزاها تفصل معايا او يبقى طعمها مش حلو. شوفوا بقى الدلع وشكلها حلو ازاي، وظبطت انا زودت بس في الفاصل شويه ملح وفلفل اهو، ريحه وطعم مش قادره اقول لكم حلوه ازاي اهي. يا صباح النور والورد والفل والياسمين. صباح العسل. صباح الورد. بقيتي بقى النهارده. شفتي؟ طب ايه اركن طبعا على جنب، انتوا والله انتوا الاسكندرانيه اصل السمك، هو طبعا البورسعيديه. انت وحشاني، طمنيني عليك. بخير والله، طول ما انت بخير. كله تمام؟ بخير يا روح قلبي. وحشاني كتير والله، والله ان شاء الله كده العيد يجي عليكم وانتوا باتم صحه وسعاده. يا رب. امين، وانتوا دايما معايا كده ومنوريني بسماعكم. وزي اسرتك الصغنونه واسرتك الكبيره بتاعت البرنامج. كلهم بخير والله وبيصبحوا عليك. الاستاذ سباعي صباح الفل، والشيف سيد صباح العسل. كلهم يا روح قلبي. وكل القائمين على البرنامج. حبيبي اسم قلبي. اسم عشان ما انساش حد. حبيبه قلبي. وطبعا كل مشاهدينك يكونوا بخير وسعاده. حبيبه قلبي يا رب دايما. بإذنك وإذن الأستاذ سباعي أحيي إخواننا حبايبنا الأقباط. أنا والله لسه كنت أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. أيوه مدام روحية وأم جوزيف وكل مدام سميرة، وليا أختي غالية جدا في أستراليا مدام سوري. حبيبة قلبي، أنا فاكرة كلمتني قبل كده. يعني أنا ببعت لهم تحية على كل الأعياد بتاعتهم، ويكونوا كلهم بخير وسعاده ان شاء الله. يا حبيبي قلبي يا رب، وكل حبايبي بخير. الله يخليكي، وان شاء الله يجي علينا العيد كده كلنا واحنا بخير وصحه. يا رب امين. يا رب وربنا ما يحرمنا منك ولا وقتك ولا يحرمني منكم ابدا. الجميله، ولو سمحتي تبعتي لي الجندفلي لاني من عشاق الجندفلي. ايوه. طب اكلتيه شوربه قبل كده ولا بالخلطه كده؟ لا صراحه انا بعمل له خلطه بصل وبهارات وطماطم واحطه من غير اي ميه. يا دوب انا عملناه مره قبل كده. يا دوب يفتح اروح اعصر عليه ليمون. الله. وكلي بقى بيبقى الله. جميل بيبقى جميل توفى. جميل بيبقى لسه الله. بقى ما يتبلش كده وتلاقي ايه الواحده بواحده بتبقى لونها مزهزه والخضار معاها جاي جنب. بصي انت فيكي نص اسكندراني برضه بجد. يعني الحمد لله والله انا عندي يعني صديقتي يعتبر انتمتي من اسكندريه، فعشان كده بحب اهل اسكندريه جدا. انت حبيبتي الناس كلها والله. يا حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، انا مبسوطه اللي كلمتك النهارده والله. وانا اكتر يا روح قلبي. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبه قلبي جميعا. يا رب يا رب يا رب. اللهم امين. حبيبتي نورتيني صباحك زي الورد. طيب تعالوا بقى نشوف السلمون. انتوا شايفين الشكل بتاعه، مش قادره اقول لكم ريحته حلوه ازاي. هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص هو يعتبر عندي استوى بنسبه كبيره جدا، هشيله عندي من الطاسه، انا قلبته على الناحيه الثانيه فخلاص مش هياخد وقت خالص، وابتدي ان انا احطه في الطبق بتاعي واعمل الصوص في اقل من دقيقه هيبقى جاهز معايا وزي الفل. شوفوا بقى اللون والشكل والحلاوه، مره كده من نفسنا ندلعهم في البيت ونعمل لهم سلمون زي اللي بياكلوه بره بالظبط. صباح النور يا ام سلمى. طيب رجعي كلمينا تاني. طيب هعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا في الخطوه دي اهي. سن الثوم. بصوا بقى عندي الدلع اللي في الطاسه ده يعني الخلاصه كلها مكان ما شوحت السلم. الثوم يا دوبك بقى يعني ريحتها تخرج عندي. ملح فلفل، فين عصير الليمون؟ وادي شويه من عصير الليمون اهو، وشويه من الكريمه. صباح النور يا ام سلمى. صباح الخير، ازيك يا شفتوت؟ صباح الورد، ازيك؟ الحمد لله، كل سنه حضرتك طيبه يا رب، والشعب المصري والدنيا كلها يا رب بخير. يا رب يا ان شاء رب الله. اللهم امين يا رب يا روح قلبي. حضرتك عامله ايه؟ بما انك بتعملي النهارده اسماك، احنا عايزين بقى ايه البول. قولي لي سريع. عينيا يا سلام انت، بس بعد رمضان. هو احنا لو لحينا انا عملناه دلوقتي يلحق يستوي على العيد؟ يلحق. بس يعني انت قصدك في العيد عشان ما نسيم ولا ايه؟ لا العيد بتاع العيد الفطر باذن الله. هسيب الكحك وتاكلي سردين يا ام سلمى. هنعمل ايه؟ طب بنعوض الحرمان اللي احنا محرومين منه. عينيا حاضر يا روح قلبي.
عيون. طيب ماشي بالله عليكي ما تنسي بقى. حاضر يا روحي، عينيا ليكي. ماشي. صباحك زي الورد يا قمر، صباحك زي السكر. ربنا يخليك يا رب. يسلم لي عيوني. طيب شفت انا عملت ايه؟ عشان انا الوقت بتاعي خلاص مش مستحمل ال ان احنا يعني نكمل بالظبط. انا عندي عملت الصوص، حطيت تومه وشويه زبده ملح وفلفل وطفيت بعصير الليمون، بعد كده يدوبك نص غلوه وزودت الكريمه بتغلي اهي، وهنزل فيها السلمون. تقدري ان انت تنزلي السلمون تاني ياخد غلوتين جوه الصوص، وتقدري ان انت تحطي السلمون بتاعك على الطبق التقديم وتنزلي عليه الصوص. فاعتقد ده اللي انا هعمله، هقدم كمان الشوربه دلوقتي حالا على طول، هدي رشه البارميزان وخلاص على كده مع الصوص. تعالوا بقى نشيل دول واقدم الشوربه حالا في اقل من ثواني. ادي شوربتي الحلوه. طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض كل حاجه تنزل على الصفحه بتاعتنا زي ما احنا متعودين. وعايزه اشيل، تعالوا بقى نشيل كده، بسم الله. اهو الشوربه بتاعتي هقدمها حالا، وهشيل دي من على النار عشان الكريمه بتاعتي ما تفصلش اهي. كان المفروض هدي النار واسيبها شويه عشان تتكثف وتبتدي الميه الزياده تروح. تعالوا بقى انزل بالشوربه عندي هنا، وانا بنزل بالشوربه اول ما تشوفوها اهي، شايفين لونها حلو ازاي؟ حلوه جدا. عايز تربطيها شويه زودي شويه لبن متقلب فيهم شويه من ايديه. وانا بقدم الشوربه هنتكلم سريعا عن الشركه المصريه لتجاره المخلل، اول شركه مخللات تاخد شهاده الايزو، دليل على جودتها الحلوه، حاجتها النظيفه، شركه مش جديده يعني شركه بقالها كتير جدا في السوق، فهيبقى الموضوع امن جدا ان انت تجربي المخلل بتاعهم. التغليف بتاعهم حلو جدا، هتقدري تاخدي منه وتقفلي العلبه على طول، هتفضل معاكي يعني اعتقد بالشهور زي الفل بدون ما يجرى لها اخر حاجه. اهو خلاص انا هحط ده عشان هيتخانقوا معايا حالا في الكنترول. اهو بصوا الشوربه لونها هايل، والمخلل عندي برده منور وتمام التمام. ادي كده الشوربه، حط السلمون حالا ونبقى خلصنا خالص اهو. يلا بينا. طيب السلمون عندي اهو، بصوا دايبه مش مستحمله، حطها كده هنا عندي، شايفين شكلها. وتعالى نحط كمان دول فوق المكرونه اهو، وهنزل عليها واحنا بنختم بالصوص الحلو بتاعي اهو. ما شاء الله اكله سهله جدا وسريعه، ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها حاجه يعني بس مكلفه شويه، بس هنعملها كل فين وفين. تعالوا بقى نشوف الصوص وهو نازل كده على السلمون وقد ايه ناعم، شكله روعه ما شاء الله يجنن.